بسم الله الرحمن الرحيم. تمكنت كثيرة الدفاع الجوي التابع لجيش العزي مسقاط طائرة استطلاع روسي كانت تقوم بتصحيح الأهداف للطيران أو لآلة القتل والتدمير الروسي والسوري أثناء قصفها للمدنيين. الحمد لله رب العالمين. هذه أجزاء الطائرة. طائرة استطلاع روسية الصناعة كما نشاهد من نوع توبوليفا. وهذه هي توبوليفا. هذه هي الكاميرا أو إحدى أجزاء الطائرة. هذه الكاميرا التي كانت تقوم بالتصوير من أجل تصحيح الأهداف للطيران الروسي أثناء قصف المدنيين. هذه أجزاء الطائرة الإلكترونية أيضا من الداخل، وهي طائرة روسية من نوع توبوليفا. توبوليفا هذه هي الكتابة الروسية، وهذا اسمها زاجي غانية. هذه هي الجهاز الروسي. أيضا هنا يبدو أن خزان الوقود التي تعمل به الطائرة، وهذا محرك الطائرة مع المروحة. وإن شاء الله سيبقى جيش العزي شوكي في حلق الروس والقزم الذين يريدون أن يصنعوا منه مارد أو يجعلوه مارد هو بشار الأسد.